ليه آخر واحد فينا عامل زي النبي؟ أول ما يخرج من الجحر بتاعه بيتهرس بالجزم. قالوا لك إن مخي اتفرمط، مين اللي قالك يا عم شحات؟ صلاح! ببساطة كده يا عربي، أنت ذاكرتك بقت عاملة زي ذاكرة السمك. يعني أنا بقيت بلطي؟ هدوه! ازاي البوليس محرص الحاجات دي؟ في عيل يقول لابوه محرصي؟ انا مخلف هجام؟ يعني انا بنسى كل خمس ثواني؟ هو انا قلت لك ان انا نازل معاكم؟ ايوه خلاص يبقى نازل معاكم. يلا يا رجاله يا باشا، انا مش بقول لك مصري. ابني فين؟ ارجع المركب عايمه في البنزين. انا حاسس ان الواد ده ورا كل اللي بيحصل. طب ما انت فاكر كل حاجة يا عرب. خلي زي سفنجة يا عربي. ايه يا رب يا صلاح؟ اضحك يا عم لحد ما يجي اليوم اللي نضحك فيه على اللي بيضحكوا علينا يا صاحبي. ايه الاثبات على انه ابنك؟ انت يلا قول انا مين. انت هتفكر، انت هتودينا في داهيه. عارف احنا رايحين فين دلوقتي؟ البيت عندي. فين يا اختي؟ دي اول مره بقى ان شاء الله ولا ماشيين في الحرام بقالنا كتير؟ انا كنت خارج اجيب اكل عيش، وانا كنت خارج اتفسح. هي العين اللي زينا ليها فسحه اساسا. عرفت تدبر لعمليه خطف واد من غير ما تحشر نفسك في اي تفصيله معلم؟ لو صرختي جسمك هيبقى في حته وراسك في حته. عايزني اسيبهولك عشان ترجعولي جثه زي ما عملت لبنتي؟ علي الحرام لو ما نطقت لفينك هنا. ياض انت ياض، انا ربطك هنا ليه؟